أقصد لحضراتكم كل التفاصيل وكل مدار على مدار طبعا ال7 أيام الماضيين. النهارده 8 أيام يعني تلقي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024. النهارده حتى الآن لم يتقدم أحد من المرشحين المحتملين لرئاسة، وكمان الدكتور فريد زهران والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوقت. هنقول لحضراتكم كل مرشح يعني عدد الأصوات اللي حصل عليها من تزكية أعضاء مجلس النواب، أو كمان التوكيلات اللي حصل عليها كل مرشح من المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة لعام 2024. مبدئيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم نيابة عنه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الخاصة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم بالأوراق رسميا يوم السبت الماضي، وكان طبعا معه 1,130,000 توكيل من المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب في هذه الفترة الانتخابية لعام 2024. أيضا حصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تزكية 424 عضو من أعضاء البرلمان المصري، وبالتالي كانت كل الإجراءات الخاصة بترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الانتهاء منها، من كشف طبي، من كل أوراق ومستندات حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. طبعا ده كان أول مرشح وكان أول المرشحين لرئاسة الجمهورية. عندما طبعا أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في نهاية مؤتمر حكاية وطن، عندما نزل الملايين من الشعب المصري في كل الميادين في مختلف محافظات الجمهورية وطلبوا السيد الرئيس بالترشح خلال الفترة الانتخابية المقبلة. بعد ذلك تقدم الدكتور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي طبعا بعدما يعني أيده عدد من الأحزاب، أنهم طبعا حزب العدالة وعدد من الأحزاب الآخرين أيدوا ترشحه، وكان حصل على تزكية 30 عضو من أعضاء البرلمان المصري. أيضا لم يحصل أو لم يتم تحرير أي عدد من التوكيلات الخاصة بالمواطنين طبعا للدكتور فريد زهران، وهو تقدم بأوراقه بشكل رسمي يوم الأحد الماضي. بعد ذلك تقدم طبعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اللي بيعلن طبعا حصل على تزكية 27 عضو من أعضاء البرلمان المصري، ولم طبعا يحرر له أي توكيلات من المواطنين، وبالتالي هو تقدم بالتزكية فقط من قبل أعضاء البرلمان، وانقسمت طبعا يعني التزكية اللي حصل عليها 24 تزكية من أعضاء حزب الوفد و 3 أعضاء مستقلين خارج حزب الوفد أو مستقلين داخل البرلمان المصري، وبالتالي كان إجمالي عدد التزكية اللي حصل عليها الدكتور عبد السند يمامة 27 تزكية، وبالفعل تقدم بأوراقه بشكل رسمي، وكان يعني معه عدد كبير جدا جدا من أعضاء حزب الوفد وعدد من أنصاره، وكانوا متجمعين هنا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، وشاهدوا طبعا لحظات يعني الترشح بشكل رسمي لخوض طبعا السباق الرئاسي لعام 2024. طبعا حتى الآن 3 مرشحين بشكل رسمي في هذه الانتخابات، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وأيضا الدكتور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، 3 مرشحين حتى الآن بشكل رسمي. من المحتمل أن يتقدم غدا يعني بعد صلاة الجمعة الدكتور يعني حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كما أعلن طبعا خلال الساعات المقبلة أن هو سوف يتقدم بأوراق ترشحه خلال الساعات المقبلة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات. طبعا الدكتور حازم عمر حصل على تزكية عدد من أعضاء البرلمان المصري، وكان بيجري بعض المواطنين توكيلات خاصة ليه علشان يقدر يخوض السباق الرئاسي خلال الفترة المقبلة. طبعا أعلنت سمير جميلة إسماعيل المرشحة المحتملة وهي رئيسة حزب الدستور عن تراجعها عن خوض الانتخابات المصرية أو الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعدما طبعا رفض حزب الدستور يعني بشكل
قاطع يعني رفضه ترشح رئيسته خليه يخوض هذه الانتخابات، وكان ده من خلال الجمعية العمومية لحزب الدستور، وبالتالي هي بالأمس أعلنت عبر صفحتها الرسمية تراجعها عن خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. طبعا كانت الجمعية أو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عقد اجتماع أول أمس بسبب بعض الطلبات من أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وأن هو كان ليه طلبات خاصة ببعض الاستثناءات في يعني إجراء بعض التحريات بعض التوكيلات الخاصة من المواطنين عشان يقدر يخوض طبعا الانتخابات الرئاسية، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت بيان بعد ذلك وقالت لم يكن هناك أي استثناءات لأي من المرشحين طبعا لرئاسة الجمهورية، وكل المرشحين سواء أمام الهيئة الوطنية للانتخابات. احنا من خلال موقع بصراحة الإجباري ما زلنا مستمرين مع حضراتكم عشان نرسل لحضراتكم كل التفاصيل وكل الأخبار من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، ومستمرين مع حضراتكم من أول يوم حتى يوم السبت المقبل إن شاء الله علشان نطلعكم على كل التفاصيل وكل التطورات من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات. كنا مع حضراتكم بشكل مستمر وشكل يومي من أمام مكاتب الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية علشان نرصد لحضراتكم كل ما يدور أمام الشهر العقاري، وأثناء طبعا تحرير التوكيلات الخاصة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما قلت لحضراتكم يعني الهيئة الوطنية الانتخابات فتحت أبوابها لتلقي أوراق الترشح من يوم 5 أكتوبر ومستمرة حتى 14 أكتوبر المقبل، وبالتالي بعد ذلك هيتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين اللي تقدموا لخوض السباق الرئاسي. طبعا الانتخابات سوف تقام خارج مصر في 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وداخل مصر طبعا هتكون يوم 10 و11 و12 ديسمبر المقبل. بعد ذلك هتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات طبعا النتيجة يوم 18 ديسمبر، وفي حالة الإعادة طبعا هيتم إعلان النتيجة يوم 16 يناير المقبل. طبعا دي كل ما يخص الانتخابات الرئاسية لعام 2024. احنا دلوقتي وصلنا للنهاية، شكرا لكم.